الخير. مساء الخير. مساء الخير، برحب بكل اللي بيتابعنا في الداخل والخارج، قصدي يعني داخل الاستوديو وخارج الاستوديو على الشاشة، وفي الداخل داخل مصر وبره مصر كمان. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقة النهاردة، عايزة أبعت بيان هام لطلبة كليات إعلام. إحنا استقبلنا أفكار المشاريع اللي أنتوا قدمتوها لنا على صفحتنا، يعني إيمانا منا بأننا لنا دور هو دعم طلبة إعلام في كليات مصر سواء الحكومية أو الخاصة. أنا بس بفكر بيان، بفكر فيه أنه الأسبوع ده أسبوع عرض الحلقة، هو الأسبوع الأخير اللي فيه الديدلاين لاستقبال أفكار مشاريعكم. للمرة المليون بقول أنه إحنا كبرنامج أو كأشخاص لا نتدخل في فحوى المشروع، إحنا بس بنقدم دعم لوجستي، دعم له علاقة بالاتصالات والعلاقات. يعني بنحاول ندعم طلبة إعلام دونما التدخل في مشروعهم، إحنا بس بنقدم بعض الدعم للأفكار اللي بجد أفكار نابهة منورة، والحاضر يعلم الغايب من طلبة كليات إعلام في ربوع مصر، من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها، لأنه الأسبوع اللي إحنا فيه ده هو آخر أسبوع لتلقي الأفكار، وبعد كده هنتواصل مع أصحاب هذه الأفكار بالتنسيق مع كليتهم، مش بمعزل عن كليتهم. ده كان بيان ابتدائي كده في بداية الحلقة، تتوالى بعده البيانات أو الحكايات أو الفقرات لحلقة الليلة. شفتي ويل سميث شاف رسمتك ومنزلها عنده؟ طبعا احنا ما صدقناش بصراحه. مبروك الفيلم اخد جايزه، انتوا كنتوش عارفين؟ قعدوا يبصوا لبعض، ايه اناء وايه يندح وبتاع، كل شويه اقول لها انت بترسمي الناس اكتر ما بترسميني. يعني مش برضو بقى متفضحه قدامي. شفتي الفيلم يا ندى؟ على رمش عيونها قابلت هوا طرع مني وقلبي غوى. فيلم صغير شايفاه بالسمع. وبعد كده اللوحات 50-50. لا هو دخل البلاتو اصلا عشان يمثل، ما كانش هو يحلم بهذه البدايه. شخصيات حقيقيه بس القصه نفسها مش صح. ويقول له على التليفون انا بقى بلحن، اكتب وكلمني. اما انا مهما جرى هفضل اصول عهد الهوى. طيب عندكم علامة استفهام واضحة وصريحة. امبارح ويل سميث ومحمد هنيدي ومحمد صلاح امبارح. ايه ده؟ والله